السلام عليكم خوت، مرحبا بكم. تحدي ديال الجونغلاج بالراس. عندنا هنا 6 لعابه، مشو عند كل واحد يقول لنا كي جاب بعدا كاين المغرب. اخويا عمر كي جاك المغرب؟ وي اخويا انا عاد في اللعبه كان البرتغال، امشي 2-1. يلا البرتغال روح 2-1. انت ماشي مغربي؟ لا مغرب. لا ماشي مغربي. مروان كي جاك بونو البارح اخويا؟ ناض اخويا ناضي. واليوم ان شاء الله في تحدي ديال الجونغلاج بالراس شدي ندير بحال نصير اخويا. بحال نصير كيف انا قطعك علاش ملي كنصير حق شي؟ لا نصير ناضي. ها زيد اخويا اش عندك؟ والو والو. ما عندك ما تقول اخويا، ما بغيتش التحدي تاعك ابا. التحدي ناقص ما عنديش مع الراس. لا لا كفاني، شوف تاع فراسك اصاحبي تقدر دير مستحيل على المغرب. دير النيه. دير النيه، ضرب فراسك وغطيح. دير النيه. عندنا انا الحبيب حبيب انت اخويا هاد الايامات واش عطيك التحدي تبارك الله ديما الرباح. اليوم شنو التوقعات ديالك في تحدي الجونغلاج بالراس؟ ان شاء الله ربح. ان شاء الله الرباح. ومين انت خايفين منك الدراري في الحلقه في تحدي الراس؟ مش عارف نخسر شان، خاصه يجي شي واحد نتفاهم منو ياك اخويا. الله يسجل تجيب شي واحد هكا فانيك يجي مع شي واحد الله على هذه الامنيه ديالك. خصني نجي مع مروان. واحد شلم. عندنا اخر عنصر اللي هو رقيبه. رقيبه شحال كي جاك المغرب الصبليون؟ خويا الصبليون عطاو باساج بزاف، ولكن المغرب تحكموا في المباراه ودوزهم بينانتيات. واش توقع عندك ضد البرتغال؟ البرتغال خويا غنربحو، غنعاودو بينانتيات، نربحو ان شاء الله. دوز بينانتيات نديرو بحال كرواتي ان شاء الله. غتعاودو تيرات الكرواتي المغرب، عاود تيرات الكرواتي لا. المهم عندنا هنا 6 دراري كيما شتوهم، عندنا هنا ليلى لا تعزل لنا ارقام عشوائيا من 1 حتى 6. عطينا كل جوج بوحدهم. غنختار 6 والخمسة. 6 والخمسة زيري. الرابعة والواحد. الرابعة والواحد زيري. انا الرابعة. صافي جوجو حبيبي. يلاه يلاه يلاه. اول وحدين حكم، حكم برازيلي. حسب اليوم خويا حمد ضربة غيديرو بالراس. حسب اليوم انا ليا خويا الكرة تتلقادو. جيو هنا فاس معايا، جيو فاس مع الجمهور، خذوا التيساع ديالكم. الفرقة لا دير بزاف الا تأهل، راه باينة اللعبة. رجعنا مع كافاني ورقيبة. قبل نبداو الدراري، شنو النصيحة اللي بغيتي تعطي صاحبك قبل ما تلعب هاد اللعبة؟ دير النية. دير النية خويا، اش بالك في هاد المقولة؟ توا دير النية توا. ركراك يأثر عليك هو الدراري. سير ديروا النية. واحد. جوج. ثلاثة. أربعة. خمسة. رقيبة 10. رقيبة رقيبة 10. ثانيين ويمينات خايفين منك. قبل وجدة عمر ما يمكن الزربة على صلاح اخوي. شنو كلمة بغيت تقول صاحبك باش تقاتل معاه؟ دير النية تضرب ترجع. الله اكبر. دير النية تضرب ترجع. تضرب ترجع. اش بالك في الهضرة اللي قال؟ عام مزيان وغنربحو. كاين نية الاول. كاين نية الاول وغنربحو بلا نية. سير اخوي. قبل ما نبدا سمحوا لي، اقل واحد فيكم سكور واحد تخسر في المجموع. واحد جوج ثلاثة. حكم المجموعة الثانية شحال دارت؟ دارت 3. السبب؟ ما داروش النية. ما داروش النية. الويمينات خرج على صاحبه. ماشي مشكل هاني الويمينات. تقدر مروان والحبيب ما يديروا والو. مروان الضحك اخو مروان نصبح شوف تحديات اخويا في شي، لكن بغينا نقولوا شحال دير اليوم ان شاء الله توقعات؟ خمسة. خمسة باش نربحوا. باش نربحوا هادو غديروا خمسة متأكد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. تبان لك ان شاء الله نديروا شي أربعة مزيانة. أربعة الله. وما قال ديبار مستعدين؟ مستعدين؟ مستعد. يلاه سير. رجعنا مع عمر الويمينات بعد ما تقصى الحبيب ومروان. ثم الدراري دسوا وكي دسوا ثم المرتبه الثانيه الدراري كانت ثم عطرا لكم الطابلو والدراري اللي وراكم غيختاروا. شوفوا الدراري هادو اختاروا 7 و8. اختار الرقم اللي بغيتي. شنو بغيتي تختار الاول؟ انا تضرب عليك شنو الرقم اللي بغيتي؟ انا خو هو بغى 8 نص. صافي 8 يمشي مع كافاني يدخل الاول، والسبعه يبقى مع رقيبه. على 8 زيد.
زيد اخويا زيد شو اخويا تعال معايا مزيان خويا كنا نخرج غير الاول عرفت تقاتل انت وخوك بغيت نكون تكون فينا باش تقاتل مع البنات اخرج على الومينات ولا خرج على الومينات ولا خرج عليا ماشي انا ناقص الضرب وكي عمر دير نية عمر سير كفاني دار نية شكرا الله مالك هذا العس سا درسوا عشرة عندكم محاولة ثانية أحسن سكور ناخذوا اليوم رجعنا مع الدري بعد ما داروا عشرة دبل سكور الثاني لازم تمشوا طيب دار كفاني في الهضره بزاف ولكن ما كتسمعش القواعد احسن سكور ورا ناخذ ضربت دابا 20 انا نخلي لكم 10 ضربت 20 ناخذ لكم 30 ضربت 5 ناخذ 10 الاولاد احسن سكور في المحاولات سير اخويا صافي ناخذ السكور الاولاني 10 السكور الاولاني مزيان 10 يلا دري الجي عاد لهذا الجروب هذا يلا يلا دري ناعسين عشرين سكور ديال رقابة بيان جو والويمينات ثم دوزتو للفينال عندنا اقصاء اللاعب عمر عمر ما تكعاش اخويا هو اللي خارج عليك كيقول لك خارج ما عرفتش اخويا تفاهم معاه قدام الكاميرا قدام الجمهور اخويا هو خارج عليه ضارب لي عالي وكيقول لي تحت يا اخو كره راس في دودان ومقيس ضرب حتى ناقص ضارب تشوف لي عاد شحال من رونالدو انا غنتهز طاش يا اخو انا تهزيت وعجا قشا اخو كيمشي مش كيمشي كلمه اخيره كلمه اخيره قبل شاش ابونو تسمع مني كلمه اخيره وباقي انا النهائي صراحة أنا أسمح الكافاني يلعب هو النهائي شبالك يا عمر لا لا بغي تخاسم معي نسمح لي ما بغيش الرباح تقسم شوية لا بغى لا بغى نخلص فاشلة صافي ما فاوضت فاشلة ما تدوش تا مغرب يدي كاس العالم ما خليك سنة تدوش تالله عمر أخوك ما تتفقوش كل واحد بوحده لومينات بتقرا ايضا ثلاث محاولات احسن سكور ثلاث محاولات احسن سكور رجعنا مع الومينات اللي ما دارش النيه يخليك شي تاهل عاد اخويا الفينال ان شاء الله رقم اش بالك عادي نقول لي من عاد ياك اخويا سير هاد ثلاث محاولات نبدا سير ثلاث محاولات واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه سير رقم ايضا احسن سكور ولا تخير واحد ما عديش مع بوحده ماشي مشكل سعود عنده احسن سكور دابا هذه محاولته تشوف احسن سكور جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة محاولة احسن من المحاولة زاد بواحد رقيبة شنو السطرة معاها واحد جوج جوش ثلاثة محاولة ثلاثة قرأة بالفتيش أبدع قبل أن نزور بعض الناس قدر تكون قرأة وقد لي السياسة دي السياسة وهذه اللي ريمونتادا راجع ريمونتادا لا ومين ما تشاكش فيه لا ما تشاكش يلا واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة ناش تهز علاش كوم سونطاج ضرب الراس سونطاج ما خدمش لك جونغلاج بالراس اما سونطاج شي واحد ضرب تماكي شوف رقيبه محاوله اخيره الى فتي 13 غادي 200 درهم واحد مالو سرق اللور رقيبه بيان جوي المركز الثاني ومن التلفائز 200 درهم كلمه اخيره للجمهور سوس ابوناو ديروا لايك بارطاجيو قلنا التحديات اللي بغيتو في الكومونتيرات ياك اخويا واش التحديات كفاني لو من اساس في ترامبولي باش ديك البراج اخويا واش غادي نضرب من الكاميرا كتبومبا ليلى كيف التحدي
زوين زوين. Thank you.